لأن الرياضة مجال هام في المجتمع وتحظى بمتابعة شريحة كبيرة من كافة فئاته وطبقاته، أصبح الإعلام الرياضي تحت أنظار الجميع. الكل يبحث عن جديده، الكل يتابعه بدقة، الكل يعرف حتى ما وراء الشاشة وما بين سطور صحيفة وفك رموز مقالاته. الإعلام الرياضي المرئي كان ولا زال ترمومتر قياس المستوى الرياضي الحقيقي، بل تعدى ذلك لممارسة الرقابة الإعلامية ومنبر لكل منجز وسلطة رابعة للنقد أحياناً والانتقاد أحياناً أخرى. الملف الأحمر هذه المرة سيقلب أوراق قد يصفها البعض بأنها سرية للغاية، ويراها البعض حقائق تروى، والبعض يجدها معلومة لا بد من معرفتها. كيف يدار الإعلام الرياضي المرئي؟ وهل استطاع مواكبة رغبة المشاهد النهم؟ فعلى سبيل المثال، ما هي القيمة الحقيقية لحقوق نقل الدوري السعودي؟ وكيف أبرمت أول صفقة لمنافسات الكرة السعودية؟ من حرم المشاهد السعودي من مجانية متابعة كأس العالم؟ هل هناك ثقافة واحدة تسيطر على البرامج الرياضية السعودية؟ وهل كثرتها تعد ظاهرة إيجابية؟ هل يوجد لدينا فكر إداري إعلامي قادر على استيعاب متغيرات المشاهد الرياضي السعودي؟ إلى أين تذهب بنا برامجنا؟ وما هي الأزمة الحقيقية في الإعلام الرياضي المرئي؟ هل هناك جيل سابق سيطر على الإعلام الرياضي وصنع جيلاً متعصباً؟ أم أنها ثقافة رياضية لا بد منها؟ كيف تدار القنوات الرياضية؟ وما هي أسرار صناعة البرامج التي ملأت الفضاء؟ كل تلك التساؤلات حتماً سنجد إجابتها ونحن نقلب صفحات الملف الأحمر لهذه الليلة. أهلاً بكم، شكراً للزملاء. أضف إلى ذلك أيضاً، هل هناك قائمة سوداء لكل قناة أو لكل برنامج؟ هل لدى الملف الأحمر أسماء محظورة مثلاً صاحب القرار يحظر تواجدها في البرنامج؟ كل ذلك وأكثر أكيد في ثنايا هذه الحلقة. لكل برنامج أسراره ولكل قناة أسرارها، كما لها أهدافها لها أسرارها أيضا. في البداية أرحب بكم وأرحب بالكوكب اللي معي اليوم، وأبدأ الحديث حتى لا يداهمني، دائما ما يداهمني الوقت في آخر المشوار. خليني أبدأ على طول من البداية معكم بتواجد الأسماء قيادية تقود وقادت قنوات رياضية وصنعت برامج وصنعت ثقافة في وسطنا الرياضي. لعل السؤال الأبرز اللي يدار، كيف يدار هذا الإعلام الرياضي المرئي؟ الآن الصحف ربما تكون واضحة المعالم نوعا ما، واضحة الاتجاهات، واضحة ما أبغى أسميها مناطقية، ولكن السوق بيحكمها. يعني اللي في الشرقية بتركز على الشرقية، اللي في الوسطى بتركز على الوسطى، ما عدا بعض الصحف اللي نقدر نسميها أنها عامة، اللي في الغربية تركز على الغربية. لكن الإعلام المرئي الرياضي كيف يدار؟ ما هي الاستراتيجية اللي يدار بها ربما، أو الفكر اللي ممكن أن يدار به الإعلام المرئي أمامنا هذا كذا؟ يعني ما نقدر نسميه إقليمي، ما نقدر نسميه مناطقي، ما نقدر نسميها. تكلم؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مشعل، يمكن الحلقة الماضية حلقة المعلقين أنا قلت على صناع التلفزيون أنهم نبتة برية عشوائية، واحدة تنبت وتزهر وتصير كبيرة شجرة والباقي يبقى كما هو، بعضها يموت. أقصد فيه أنا أولا بداية هذا العشوائية اللي يعمل فيها صناع الشاشة، من مخرجين، من معدين، من مقدمين، من إلى آخره، يدخلون في تخصص آخر لا درسوا ولا شيء، يجي يتعلم يوم يومين أسبوع وتجده طلع على الشاشة، تجده صار معد، تجده صار كذا. هذه الأشياء جعلت عندنا مشكلة في صناعة البرامج الرياضية وفي صناعة التلفزيون بالأحرى. طبعا عملية انه كيف تصنع البرامج، الجرائد انت قلت انه في المناطق ممكن تعرف حسب المناطق، الجزيرة والرياض تبع الوسطى، كذا تبع الغربية. هذه البرامج التلفزيونية والقنوات التلفزيونية تصنف حسب العاملين فيها، هل هي هلالية هم نصراوية هم اتحادية هم كذا. قليل منها يستطيع يعني انه يعني تقول حيادي مع الجميع، لكن هي في اعتقادي الجمهور الرياضي السعودي حسب انفعالاته، حسب الأحداث،
يحكم على القناة، يعني اليوم يحكم عليها شخص إنها القناة نصراوية لأنه حنا انتقدنا الهلال، بعد أسبوع يحكم علينا أنها هلالية لأننا انتقدنا النصر، ومثلها الأهلي ومثلها الهلال ومثلها كل هالأشياء. لكن الصعوبة في إدارة القنوات الرياضية الحقيقة عن القنوات الأخرى، إنه القنوات الأخرى أنت مع أو ضد. بالنسبة للقنوات الرياضية أنت مع أو ضد، ولكن مجموعات، بمعنى إنه أنت أمام فكر أنا أعتبره إلى حد كبير عقيم في الأندية وفي رؤساء الأندية تحديدا، إنه كيف أنت تستطيع إرضاء كل رؤساء الأندية، كل جماهير هالأندية، كل التابعين لهالأندية؟ ما تستطيع. يعني كل واحد يستطيع يستخدم سلطته إنه والله ممكن يقاطعك، ممكن ما يطلع معك. تخيل رئيس نادي رؤساء أندية لمجرد إنه ما يبي الشخص الفلاني عندك يشله ولا نقاطعك، أنت ناقشت موضوع عنده ليش تناقش، أنا بقاطعك. يعني هذا الفكر، مدام هذا الفكر اللي يدير الأندية، طبيعي أن القنوات الرياضية ستواجه معضلة كبيرة جدا. وأنا في القناة الرياضية مثلا أو في القناة الرياضية لا أستطيع أن أضرب بقوة، لأنه في الأخير أنا ملزم، يعني مجبر أن يكون حيادي. يعني ممكن لو في غير القنوات الرياضية ممكن أقول هالشخص اللي قاطعني أو فرض عليه وكذا ممكن أنا أعامله بنفس الأسلوب، لكن هذا ما هو تخسر جماهيرية كبيرة جدا، وتخسر جماهير ما يمكن تحقيقها وسط المنافسة من كثرة البرامج الموجودة. لو قطعت أنت ذهب إلى غيرك أو أعطى غيرك أكثر، يعطي غيري، بس البرامج يمكن نجي نتحدث عنها طبعا كثيرة. لكن أنا أقصد أنه جزء من معضلة إدارة الإعلام الرياضي المستقبلين، وبتحديدا الأندية، وتحديدا بالضبط رؤساء الأندية. عبد الرحمن، طبعا بالبداية التلفزيون لازم نعترف أنه صناعة، ما لم تقم على أسسها السليمة، صناعة موجودة بأمريكا بأوروبا بكل العالم، صناعة إحنا نتعامل معها طبعا لها أسس، ولها أسس سليمة ولها احترافية معينة، إحنا نتعامل معها كهواية، مثل ما نتعامل أيضا مع اتحاد كرة القدم وأنظمته ككل يوم تغيير، فأيضا كأنهم عمل هواة، مع أنه عندك أنت البلدان متطورة وعندها أنظمة واضحة وصريحة، لكن أيضا نصر على أن احنا نقدم عمل الهواة إلى الآن. فالترابط ما بين عمل الهواة في التلفزيون وعمل الهواة في وصلنا هو اللي جابنا له نتيجة الآن، وأنت شايف الأوضاع ما شاء الله في الإنجازات اللي التلفزيون أصبح هو مصدر أساسي للمعلومة الآن، بحكم طبعا التطور التكنولوجي وهذه الأمور، طبيعي أنه صار هو مصدر أساسي وسرعته. تخيل إحنا اتحاد كرة القدم ينظم مسابقة، ثلاث مسابقات، دوري السعودي والكعكة، بالنهاية على حجم الإعلام اللي موجود كعكة صغيرة جدا، ست برامج أسبوعية رياضية يومية، قناتين رياضيات، ما لا يقل عن 7 أو 8 أو 10 برامج إذاعية، 10 صحف تنتج في اليوم أو تطبع باليوم، أو تقريبا على الأقل 4 صفحات 40 صفحة. تخيل هذه الكعكة الصغيرة أمام هذا الإعلام الكبير. طبعا بعدم وجود احترافية بيكون هناك تضخيم لكل حدث، أيضا سينفتح الباب، انفتح الباب لكثير من اللي انضموا لهذا المجال، وهم للأسف لا يملكون أي شيء صراحة، ما يملك شيء، لكنه بحكم أنه الكعكة صغيرة والطلب عليها كبير، اللي هو من موضوع القنوات تبغى تنتج برامج والإذاعات تبغى تسوي، فدخل في المجال كل من هب ودب. دخول بهذا الشكل الأمور في مجال صناعة التلفزيون أو صناعة البرامج الرياضية تحدثت أبو عبد الرحمن؟ نعم، أنا أتسأل كلها، يعني أنت تخيل عندك الآن 6 برامج رياضية يومية، مع قناتين، قناة تبث من تفتح لين تقفل، والثانية نفس الشيء. بس عشان ما يأخذ علينا ولا يزعلون علينا الربع، أعتقد التلفزيون عنده 6 قنوات الآن، صحيح؟ 6 قنوات هي واحدة اللي بتشتغل، والباقي هي أوكي وقت المباراة، يعني هي ما بتعتبر قناة، يعني هي أوكي نافذة لكن مش قناة. البث للهواء. أي نعم. بث ساعة ونص تقريبا. أي نعم، ما في شيء يعني. فإحنا اللي نقوله إنه طالما إنه ما في أسس الصناعة، ثم انفتح فجأة، وضعت هالكيكة فجأة قدامهم، وبالتالي أصبح لم وطلع، لا في تدريب، لا في معاهد، أيضا حتى اللي يديرون للأسف أوكي ما عندهم معرفة بأسس التلفزيون.
أنا بقول لك قاعدة وحيدة في الإعلام، وأنت يمكن شفت أوروبا وشفت أمريكا، التلفزيون اللي ما البرنامج اللي ما يجيب عائد برنامج فاشل، يسقط وتهدف. قناة ما تجيب عائد إذا توقف. هذه قاعدة اقتصادية، قاعدة في كل، عندنا لا، موجودة وكأنها مال عام وتطلع وتستمر. ليش؟ السبب بسيط، هو أنه دخل على الإعلام أيضا تجار. الإعلام الحكومي مفروض ما يتطرق، هذه الإعلام في العادة يكون خاص في بحكم أنه محتاج إمكانات. الإعلام الحكومي في العالم كله تقلص رجع، عندنا لا، لا يوجد، التغى، ما فيه يعني لا يوجد، إيه ما في، لا أنا قصدي أوكي موجود، التقلص أصبح لا يوجد، إيه لا يوجد. لا شبه حكومي يعني، مثل السي بي إس والبي بي سي بأمريكا والأي بي سي بالنهاية لها يعني محطات تابعة للأحزاب، إيه نعم، بس أنا أقصد إنه هي فيها مال عام بنهاية، مش قضية إنه بس شركات كشركات أيضا فيها لهذا. أنا أتكلم هنا ببساطة إنه هذه كأنها جت فجأة، لا في دراسات، دخلوا بدأت في حقوق. كانت البداية ممتازة صراحة مع أوربت، كانت بداية ممتازة على وجهة نظري، ناس بدأوا يعطون عمل احترافي. دخلت مرة ثانية لـ ART، ما كان في برامج رياضية، أنت ما تشوف برامج رياضية ذيك الأيام موجودة بهذه الكثافة. بعدها الأمور انفلتت، انسحبوا المحترفين، أوربت كمحترف أنا بوجهة نظري هو انسحب، الجو ما عاد يساعده. فأنا أقصد أنه إحنا محتاجين الآن وقفة جادة جدا، مع أني أنا أعتبر هذه فورة، وهذه الفورة تحتاج سنتين إلى ثلاثة وحتنتهي كل هذه الأمور، حتنتهي طبيعية، فورة طبيعية. كيف يجون هالطفرة يعني؟ لا لأنه بالنهاية هي إذا كنت تاجر ما عندك استعداد تدفع إلى ما لا نهاية بدون عائد، بدون عائد. ولا يمكن أنت تقدم عائد أو تحصل على عائد ما لم تكن احترافي. شغل الهواة ما يجيب عائد نهائيا. أرجع معك مع نقطة الاحتراف وينسحبوا المحترفين ومن بقي بالساحة، هذه نقطة برجع فيها، يمكن لك تعليق أيضا عليها أبو سليمان. لكن في ظل ما سمعته أبو إبراهيم قبل ما أطلع للفاصل، هذا الكم هل واكب نهب المشاهد؟ هل واكب تطلعات المشاهد؟ لا، أولا يا أبو مشعل، السؤال اللي طرح في البداية سؤال كبير جدا حول الإعلام، والإعلام المقروء والمسموع يختلف عن الإعلام المرئي تماما. الإعلام المرئي صناعة، ما يظهر بالصورة هو داخل في الإعلام، لكن ما خلف الشاشة كل من ينقل الصورة ويخرج وا 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 كل ما له شغل بالإعلام له شغل في السينما، شغل في السينما. عندما تذهب لكل جامعاتنا لن تجد أي كلية تقدم عارف تخرج لك محترف، مخرج محترف. لازم إذا تبغى تصير مخرج لازم تروح تدرس برا، أو أنه على القنوات أنها تحضر مخرج من الخارج، ما عندك المخرجين تماما، ما عندك. ليه؟ لأنه جامعتك لا تضخ هذا الجانب كله، لا تضخه أبدا، يعني لا تضخه. هذه إحدى الأمور الكوارثية اللي أقول لك أنه أحيانا صار فيه هواة يدخلوا للإخراج ويدخلوا بدون ما يأخذوا شهادات، بدون ما يدرسوا. هذا أمر. نأتي إلى الأمر الإعلام المرئي ومسألة، طبعا مع تحفظي على كلمة إعلام مرئي، الإعلام بالنسبة لي المرئي وغير المرئي، عندما تستطيع أي جهة الضغط عليه هذا لا يصبح إعلام، لا يصبح إعلام أبدا، لا يصبح إعلام. فما بالك عندما يضغط نادي عليه، يصبح كوارثي المسألة، تصبح المسألة كوارثية. من المفترض الإعلام أقوى من كل هذه. يعني الإعلام عندما بدأ عند فكرة الدورة، عندما يكون هناك لا أو تنازلات، فكرة أبو مشعل عندما بدأ سمي كسلطة رابعة في البداية، لأنه كان الدولة المدنية أو الدولة الحديثة فككت الثلاث سلطات، فجاء الإعلام كسلطة رابعة. الآن الإعلام سلطة أولى، سلطة أولى يعتبر بالقوة، هو أقوى من أي أحد. لما تأتي عندنا وتجي تقول لي والله، وهذا موجود في كل القنوات، في كل القنوات المحترف قصدي، طبعا أي أنا أتكلم عنها، في كل القنوات مو بس السعودية، خلنا أقول لك حتى الخليجية،
حتى الخليجية بأكملها، الخليجية بأكملها لا يوجد إعلام حقيقي، لأنه الإعلام بالنسبة لي الإعلام الحقيقي هو أن تصلح مجتمعك لا أن تصلح مجتمع الآخرين. يعني لما يجي واحد يقول لي وخليني أسمي الأشياء بمسمياتها مثلا قناة الجزيرة، واو، لا لا حقيقة ما هي إعلام. إعلام أصلح الإعلام، إن لم يصلح مجتمعه هذا مو إعلام، هذا مو إعلام. بعد ما تخلص من مجتمعك تنتقل تصلح العالم، أما تطرح قضايا العالم ولا تطرح قضاياك هذا مو إعلام. فعشان كذا هذه لدي تحفظ عن مسألة إعلام. ممكن نسميه، طالما لا يوجد استقلالية، لا يوجد قوة، ممكن أنا أسميه دعاية وإعلان. والدعاية والإعلان من يتحكم فيها؟ المعلن. عندما يأتي نادي، أنا أتكلم حتى الآن مو مؤسسات، مو وزارات، أنا الآن من نادي، عندما يأتي نادي يستطيع أن يضغط على أي قناة ويشيل معلق ويحط معلق ويفرض معلق، هذا مو إعلان، هذا دعاية وإعلان حقيقة. ليه؟ لأنه الإعلام لو عندنا إعلام لا يجرؤ. يعني خلنا أقول لك ليه لا يجرؤ. يعني أنا أذكر، ما زلت أذكر أني كنت أتابع في تحرير الكويت حرب الخليج، أول ما أعلن بوش الأب الحرب طلع وألقى وقال لهم أنه بدأت تحرير الكويت. طرح واحد محرر سؤال صحفي أو إعلامي كما نسميه، طرح عليه سؤال قال له مستر بوش هل تستطيع أن تنام الآن بدون مسكنات بدون منوم وأبناء أمريكا 600,000 على الحدود؟ طبعا لو مو إعلام قوي لما تكلم بوش بالضبط نصا، قال نعم أنا أرى أنه هذا قرار سليم، ولكن إذا هذه الأسئلة حتطرح أنا حنسحب. بينما لو كان صدام كان أخذه وداه السجن. يعني هذه الفكرة عشان أوضح ما هو الإعلام وقوته، بينما لدينا حقيقة لا، دعاية وإعلام. ما بين الدعاية والإعلان اللي قال عليها صالح، وما بين الاحترافية أو غياب الاحترافية اللي تحدث عنها عبد الله، ونقاط اللي دونها تركي خلاوي، بعد الفاصل سأعود أيضا بكل هذه التساؤلات وما هي الثقافة اللي تعم كل هذه البرامج الرياضية بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم، أسعد بصحبتكم من جديد وبصحبتي كل من أساتذة صالح الطريقي وتركي الخلاوي وأيضا عبد الله المقحم في حوار تواصل عن خبايا وأسرار الشاشة الرياضية. في الجزء الأول كان الحديث الشمولي نوعا ما، وتوقفت عن بعض التساؤلات اللي بطرح أتركها لزميلي أيضا تركي الخلاوي في الإجابة على بعض ما تطرقنا إليه، سواء كان من دعاية وإعلان أو أيضا من انسحاب الاحترافية، وإن كنت هذه النقطة أبغاها تحديدا من عبد الله بعد شوي، لكن لذلك تعليق تركي. يمكن نظرة أبو إبراهيم دائما مثالية بحتة، ولا يمكن أن يتحقق ما ينادي فيه دائما أبو إبراهيم إلا إذا كنا في مجتمع ثقافته. يعني يمكن أنت، أنا طالبت بإيش؟ سؤال بس. لا طالبت يعني بإيش؟ لأنه أنت دائما تطرح أنه هذا طرح مثالي، أنا طالبت بإيش؟ أنا أقول لك ليش. أنا طالبت بإيش عشان يكون مثالي؟ أنا طالبت مثلا أنه تكون القنوات الرياضية لازم تكون حرة كاملة إعلامها، هذا صعب في مجتمعنا، صعب تصير حرة 100%. خلنا صريحين، ما قلت حرة 100% إلا تقول إذا بيتحكم في أو يأثر فيها أحد، طبعا ما يتحكم أكيد ما في أحد يتحكم، لكن إذا يأثر فيها أحد شينا ما بين التأثير موجود، التأثير موجود، رأس المال يؤثر فيها، لا مو رأس المال، تأثير موجود حتى من كل حاجات الخليج، ترى ليس السعودية، الكلام هذا على كل القنوات من الجزيرة أكبرها إلى أصغر قناة، التأثير موجود، لازم يكون موجود، لأنه بيئتنا طبيعتنا ثقافتنا نمطنا حكمنا السياسي في الخليج، كل هذه أشياء لابد، أيضا العاملين في هالقنوات لهم أيضا توجهات ولهم اعتبارات ويحسبون حسابات معينة، ما نشأوا على ثقافة اللي سأل بوش عشان يقول له مثل هالسؤال الكبير. أنا أقول هذا لك واحد، لا أقول لك حاجة، اللي سأل بوش إعلامي من الحزب الديمقراطي، واضح معروف. الآن لما أجي مثلا قناة فوكس معروف أنه توجهها للحزب الجمهوري، لكن إحنا كل قنواتنا تدعي أنها توجهها
للمصلحة العامة وما ندري وش ذا المصلحة العامة. هي تحقق يعني بالتأكيد. يعني فعشان كذا أنا ما أطرح شيء مثالي. أنا دائما أقول إنه كل إنسان يعني حتى البي بي سي رغم أنه تمول ولا يستطيع أحد يفرض سلطته إلا أنه في النهاية رئيس أو مدير القناة في النهاية لديه توجهاته وينطلق منها، لكن أنا أتكلم عن الحرية هو أن تعبر عن رأيك أنت مو عن رأي الآخر. إذا نادي حيضغط علي ويخليني أغير معلق وأجي أقول والله أنا أبحث عن مصلحة، لا أنت ما تبحث. طبعا لا مصلحة لأنه ما فيها هذه. ما أتكلم عن مثالية. النقطة الثانية اللي تطرق لها أبو عبد الرحمن أنه مع أوربت طبعا بدأنا مثاليا، طبعا أوربت بدأت صغيرة والوضع كان يعني محصور جدا، أخوة عرب هم اللي كانوا فيها سواء من مقدمين من محللين من كذا، كلهم أخوة عرب لهم خبرات ومنهم كذا وكذا قبل تتوسع الرياضة السعودية وتوسع البرامج. لكن سؤالي طبعا كل الإعلاميين السعوديين التلفزيونيين طبعا الإعلام المرئي تخرجوا من التلفزيون السعودي، شيء ما بينه كل الموجودين في الساحة تخرجوا من مدرستهم الأم التلفزيون السعودي. لماذا التلفزيون السعودي على مدار 30 سنة لم يخرج محترف اللي تفضل فيه أبو عبد الرحمن؟ ليش كل اللي طلعوا طبعا تعلموا كذا، دخلوا القناة يوم يومين وصار معد، يوم يومين وصار مخرج، يوم يومين صار مقدم، ما لا أعطي دورات ولا أعطيوا ولا في معاهد تدرسهم ولا طوروهم ولا جابوا لهم خبر يطورونهم. لذلك تجد أبو مشعل مثلا مقدم برز وصار كويس وطلع نفسه وخمسة ستة بقوا على حالهم 20 سنة. هذه مشكلة يعني أنا بالنسبة لي يعني ألقي اللوم فيها أولا، طبعا بالتأكيد هي اللوم ليس بالضبط على التلفزيون السعودي، لكن التلفزيون السعودي باعتباره تلفزيون حكومي ميزانيته قوية متخصصة إذا يفترض أنه يطور الكوادر اللي عنده، ما هو اللي الدليل أنه تظل في أخطاء كبيرة جدا إلى الآن في التلفزيون السعودي، بينما قنوات أخرى نشأت في 5 6 7 سنوات السلبيات عنده على الشاشة قلت كثيرا. التلفزيون السعودي لا زال عنده سلبيات على الشاشة كل يوم تلاحظه. وين أنت لك 40 سنة تشتغل؟ لك 40 سنة العاملين عندك موجودين، لك 40 سنة أنت الواجب أنك الآن يعني متميز متمكن في كل شيء. فحنا نعاني أيضا لأنه ما في معاهد ولا في شيء ولا في خيارات، مالك إلا ما طلع من التلفزيون السعودي. حنا نعاني ونحمل مسؤوليه التلفزيون السعودي. يعني انتم كقنوات خاصه تتلقفون ما ينتجه التلفزيون السعودي فقط؟ حنا ابد، هذا هو الحل. هذا كل العاملين الان في البرامج الرياضيه اللي تفضل فيها ابو عبد الرحمن، السته اليوميه والسته الاسبوعيه والسبعه اليوميه والسته الاسبوعيه كلهم تقديما واعدادا واخراجا كلهم خريجي التلفزيون السعودي. ابو عبد الرحمن في الحقيقه مش المشكله الان في العامل، يعني انت لما تلاحظ الان التلفزيون السعودي أول هو مش مدرسة عشان يخرج، هو بالنهاية جهة وكان يعني. وبعدين الكلام على الميزانيات العالية، يعني أنا كنت فترة طويلة في هذا الموضوع وانت عايشتنا يعني، كان الله يرحم الحال يعني. بس فما يعني القضية الأساسية هنا من يقود العمل؟ مش قضية أنت عندك عاملين، أنت تحدد السياسة وتحدد التوجهات وتحدد وش تبي، ولما يتصل عليك رئيس نادي ممكن يكون عندك موقف ما يضغط عليك ما يأثر عليك. هذه هنا القيادة وهنا الاحترافية في العمل. هذا بالنهاية موظف، تقول له سوي لي برنامج حيسوي لك. تقول اللي تخرجوا الآن من التلفزيون السعودي، معليش كل المعلقين الآن اللي موجودين ومميزين الآن في الخليج من التلفزيون السعودي، أنا على الأقل في الفترة اللي نعشتها، شوف بتال قوس ترك العجمة، شوف أنا ما بتكلم عليك على أقل شيء الفترة يعني القريبة هذه، شوف فهد العتيبي، شوف عبد الله الحربي، شوف هذول العالم اللي استفادت منها الخليج. لا يمكن إنه التلفزيون يخرج لك 100 موهوب، هذه مواهب لما تكتشفها وتصقلها. طيب إذا أنت الآن وين دورك؟ ليش أنت ما اكتشفت وأنت قطاع خاص؟ أنا للمعلومية يعني كل هذه الأسماء اللي أتكلم عليها كانوا يأخذون 1500 ريال. صحيح، أنا واحد منهم. كانوا يأخذون 1500 ريال، وين الإمكانية؟ وين أي ميزات وأي إمكانات وأي؟ ما في شيء نهائي. بالعكس، يمكن فتحنا الباب في فترة من الفترات واستقطبناهم وجعلنا الجهاز كمجال تدريب، وهذا أنا كنت حاط خطة يجون الصباح ويتدربون. المعلق يقعد عندي 6 شهور ما يطلع على الهواء، وهذا فهد العتيبي وعبد الله الحربي يسألهم 6 أشهر وبعضهم جلس سنة كاملة ما يطلع على الهواء. في 3 4 معليش مقابل 20 معليش مقابل 1000 مقابل 1000 ما نجحوا. هذه مواهب، التلفزيون موهبة، لا يمكن أن تخلق من الجميع، بس هذول اللي في الواجهة. أنت ما أنت محتاج 1000، أنت محتاج 20 شخص. الإعداد يعتمد على سياسة القناة. عطني
قناة واضحة بمعالم واضحة بقرارات واضحة بسياسة واضحة هذا ينجح. لكن إن لما المطلوب من هذا بس عبي الشاشة حيعبيها بناء على ميزانيتك بناء على شخصيتك بناء على احترافيتك. تعال أنت أقول له يا أخي أنا أبغى أطرح برامج أناقش فيها الموضوع الفلاني بدون ما تكون أنت خايف أنه المسؤول يحاسبك ولا رئيس النادي ذاك يزعل منك. هذا ينفذ ولا لا؟ هذا حينفذ. المصيبة عفوا المصيبة في أنه من دخل على الإعلام هذولا مخرجات تحتويهم مؤسسات. هذه المؤسسات إذا ما كانت مؤسسات سليمة صحيحة فلن تستفيد منهم، لأنهم لا يمكن أنت تجيب هذا العامل وتقول له يا أخي ارفعني فوق. ما يصير. كيف أصلا أنت ما أنت قادر تحمي، ما أنت قادر تحمي من أي من أي كان. ولو أنه حاول يقدم ما عنده أنت أول واحد حيز عليه أنك ورطني مع الرئيس الفلاني ولا، لأنه المشكلة زي ما قلت لك أنه ما في احترافية. هي عمل هواة فاستقطبوا العاملين بالتلفزيون، وهذولا طبعا مو بالعكس. أنا العاملين بالتلفزيون رحنا برا وشفنا قسما بالله العظيم على مستوى معين مقبول جدا دوليا، مقبول جدا، لا مخرجين ولا حتى مونتيرز ولا، كلهم مقبولين دوليا، ما 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 عندهم مشكلة. هنا المشكلة الأساسية في أنت عفوا أنت كرئيس قناة أو كمسؤول عن برنامج أنت وش تبغى أصلا؟ أنا حقيقة أنت ما أنت عارف وش أنا حقيقة خليني أكمل في اتجاه مهم جدا طرحه الأستاذ عبد الله، وهي السياسة والقيادة. سياسة سياستك في القناة وكقائد القائد هذه حقيقة. إحنا لدينا، أنا دائما أقول مو بس بالتلفزيون، مؤسساتنا أغلبها لديها فلسفة حقيقة أنا أسميها فلسفة حط صبات. حط صبات هذه مثلا في تقاطع يمر فيه 10,000 سيارة، حدث تصادم، 10,000 يدفعوا ثمن إنه اثنين حطوا صبات وحلوا المشكلة. فإحنا دائما حطوا صبات. لما نجي للقيادة، وهنا اللي أنا أكمل ما بدأه الأستاذ عبد الله، نأتي إلى القيادة. أنا أقول لك كل البرامج الآن هناك أصبح واقع نعيشه، كل البرامج التلفزيونية الحوارية أو الاستوديوهات التحليلية، أنا أقول لك من الآن مثلا جيب لي جدول الدوري الاستوديو التحليلي أقول لك حيكون الهلال الاتحاد، حيكون محلل هلالي محلل اتحادي، النصر الأهلي محلل نصراوي محلل البرامج الحوارية. من سوى في الثقافة هذه؟ ما أنا أقول لك البرامج الحوارية هات هلالي نصراوي اتحادي بغض النظر ما قيمة هذول الأربعة، قيمتهم فنيا، قيمتهم حواريا، قيمتهم هذا ما له شغل. أهم شيء ليه؟ لأنه إحنا لدينا علينا أن نعترف أنه لدينا أزمة قبلية، وبالتالي في عندنا أربع قبائل كبيرة، جيب واحد من عيالهم طلعوا في التلفزيون وخلوا يقول اللي يبي بغض النظر هل هذا الشخص لديه فكر يقدمه، هل هذا الشخص يستطيع أن يقدم رؤية فنية. أنا أتفق معك إلى حد يعني، لكن على لكن ما أبغى أرميها على يعني على القبلية أن إحنا مجتمع قبلي. لا القبلية هذه ثقافة. لا هذه ثقافة إحنا صنعناها. لا أنا أتكلم عن ثقافته، إنه عن القائد اللي يحط صبات. وبالتالي لما فهمت علي، لما خلنا أقول لك لما ينظلم نادي نجران، نادي نجران لا عنده إعلام ولا عنده أحد يضغط عليه، أوكي خلوا يروح الفتح. لا هات الأندية هذول اللي لديها إعلام لديها قوة لديها تضغط عليه، جبهم خلهم يسولفوا إيش يقولوا. يعني أنا كم مرة أقول لماذا هذا بسبب القيادة صالح؟ القائد هو اللي يفرض أنه أنا أضع الموهبة، أضع القدرات العالية بغض النظر إيش انتماءاته أو وين كان يلعب. شكرا. هذا الشخص يحلل فنيا، إذا حجيبه هو التوب. هل هو هلالي؟ هل هو من الفتح؟ هل هو مو قضيتي؟ شكرا. بس نقطة واحدة، يعني الآن لما نحن نتكلم على القيادات، لأنه هذه صناعة، إذا أنت ما عندك أصلا الأدوات حقتها لن تقوم بعمل جيد. ما يقدم أصلا الآن في التلفزيونات ككل وبالذات في القنوات الرياضية أنها تحولت أصلا إذا مرئية، هي مش عمل تلفزيوني. من يقولون ما نشاهده عمل تلفزيوني؟ هي إذا مرئية ناس تتكلم طول اليوم من الصبح إلى آخر الليل، سواء في تحليل كلها توك شو فحولوها لأنها هي أبسط أنواع البرامج.
لا هي محتاجة جهد في الإعداد ولا في ولا تقارير ولا شغل ولا ستوريز ولا أي شيء. يعني هذه نقطة جدا يعني ينتبه لها التلفزيون الحق. وش التلفزيون الهاوي أو اللي يشوف تلفزيونات ويقول لي أنا تلفزيوني؟ لا مو صحيح. هذا علم يدرس ويدرس في الجامعات ويدرس وله أساتذته وله قواعده الأساسية. إذا تحويل التلفزيون كله إلى إذاعة مرئية هذا سببه القيادة. الضعف في 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 اللي نتكلم عنه إنه هذا رئيس نادي ولا رئيس رعاية شباب ولا اللي يخليهم يخافون وبالتالي يبدون يمشون يسيرون من برا ويتركون هدف الإعلام الأساسي أيضا هذا القيادة. إحنا نتكلم على إنه كل أساسيات العمل التلفزيوني غير موجودة في القائد. يعني لا يمكن أنت ألاحظ أنت الآن وشلون وضع. إحنا الآن بالعربي ببساطة الإعلام الرياضي السعودي عندنا 10 صحفيين يدورون بس من المحطة للمحطة للمحطة صحيح؟ تعال أنا ممكن أعدهم لك 10 كتاب رياضيين ولا صحفيين. تعال كلمة اللي موجودين الآن هم وش؟ يطلع واحد يقول إنه محلل. هل هذا محلل؟ طبعا مش محلل لأنه التحليل مختلف تماما عن ما يقدمه هو مجرد واصف. هذا الواصف أنا على أساس أقول لك وين إنه القائد هنا ما هو قادر حتى يفرق بين المصطلحات ولا قادر يجيب الناس. هذا الواصف أي واحد في الشارع يقدر يوصف زيه. في الدقيقة 7 هجمة، في الدقيقة 8 جابوا جول. أنت كنت قائد أنت يا أبو عبد الرحمن ونفس الشيء بالرياضية نفس لا 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 ما تحليل استوديو تحليل ما هو نفس الشيء ما نختلف احنا نفس المشكلة يعني لا أنا معليش لا مو كذا لا لا أنا قصدي نفرق بين التنظير أرجوك لا لا مو تنظير لا عملنا لا لا عملنا لا لا عملنا أنا أقصد أقول لك والله لو أعمل بربع ميزانية موجودة الآن لقدمنا وأنا لما قلت اقترحتك أسماء وموجودة على الشاشة لا بس لا نقلل ما أقلل من أحد 10 إعلاميين يدورون على القناة هو هذا صحيح لا هذا صحيح ما صحيح هذا صحيح هم نفسه عشرات الإعلاميين يدورون عشرة تلقاهم كل يوم عفوا في نقطة بس مهمة بضيفها يعني زي ما قلتك أنه التحليل ما في محلل صحيح يعني تدري أنه استمع الخالد شنيف ولا حتى يوسف خميس والشتالي تعرف المحلل الصحيح محلل صح وعادل البطيء اوكي لما نجي لموضوع الناقد الرياضي وش هو الناقد الرياضي كلهم يتكلم عن انه ناقد رياضي طيب الناقد يعرف الاستاذ ابو ابراهيم انه لها اساس نقد نقد علم طيب كل اللي قاعد تقدمه لي انت اراء شخصيه وقاعد تطلع وتطرح لي آرائك الشخصية هنا وآرائك الشخصية هنا وآرائك الشخصية أنت لا من أنت بتجيب نقاد رياضيين درسوا النقد الرياضي خلينا منطقيين يا جماعة لا تروحوا لحظة لا ما أسوي برامج لا تسوي برامج أنت بتجيب أنت تلفزيون متخصصين أنت تلفزيون عفوا أنا بس بكمل النقطة يا أستاذ تركي أنا أقول لك حاجة إحدى الأزمات اللي يتكلم عنها الأستاذ عبد الله أنك أنت لم توجد برامج أخرى فتورطت في البرامج الحوارية أنه صارت أوفر وبالتالي هذا الأوفر ورطك أنت خلنا أقول لك ملاحظة بسيطة أيضا مو بس الإعلام ترى حتى اتحاد كرة القدم يتحمل مسؤولية ليه أقول لك يتحمل مسؤولية في مسألة عندما بدأ نقل التلفزيوني ليه يتحمل مسؤولية صادفت أني أنا كنت في أبوظبي في قناة أبوظبي عندما تعاقدوا مع الدوري الإنجليزي لشراء الدوري الإنجليزي طبعا ما دفع مليار درهم لم يتم مليار درهم مليار درهم دفع ثلاث سنوات مليار درهم ومع هذا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم طلع عين أبو ظبي رغم أنهم دافعين مليار طلع عينهم أنه وروني إيش حتقدموا برامج هذه أنتوا حتقدموا سلعتي أنا سلعتي أبغاها في بعد 3 سنوات يرتفع ما أبغاكم تطيحوا ليها تحت وش البرامج اللي هذا كان مثلا مسألة برامج التوك شو أوكي ما نبغاها كثير نبغى برامج أخرى نبغى تقارير نبغى ستوري برامج ستوري يبغى تحكي يبغى تلفزيون ايه العربي يبغى تلفزيون نبغى تلفزيون ما أبغاك أنك تحط لي كذا وبعد ما أعطاه شروط أعطاه مهلة أنه يسوي زي ما تقول بروشورات عشان يورياها أنه زي كذا أوكي مشينا كيف حتحط إعلاني كيف حتحط هذه
هذه الأمور أيضا في بلان واضح، يعني خطة عملية. لا لا، لأنه الآخر محترف، الآخر يعرف أنه بعد ثلاث سنوات أنا، أنت دفعت لي مليار لمدة ثلاث سنوات، لما تنتهي الثلاث سنوات إذا نزل السعر فعندي خلل، لازم يا أرفع ويا أثبته، ما أنزل سلعتي. فشغل السلعة هنا أيضا، فالمشكلة أنه، ومثل ما قال سعد الله، أنه هذولا هوات وهذولا هوات، وبالتالي أصبح أسهل برنامج وشه، جيب ثلاثة أربعة خلهم يتهاوشوا وخلاص. إيه نعم، وبالتالي ما أنت لاقي من الناس هذولا من اللي يناسبونك ويقدمون، لأنه أنت من 24 ساعة تبث حوار، حوارات توك شو، فبالتالي هالعشرة ولا الخمسطعش بيدورون، وأنت أخذت أسهل البرامج وحولت البرامج الإذاعية إلى تلفزيونية وصورتها وقلت أنا تلفزيون، لكن في الواقع أنت إذاعة مرئية، لست تلفزيون لا من قريب ولا من بعيد. في تفضل بتركي، أنا بجي على سؤالات أنت طرحتها أيضا. عملية أنه نجيب أو تجيب القنوات دائما ميول ومعين وميول معين، هذا أمر طبيعي، دائما أنت تبحث أيضا عن شعبية، هذا واحد. لكن ما بالخلاف أنك تجيب نصراوي وهلالي واتحادي وأهلاوي، الخلاف أنه وش النوعية اللي تجيبه من هؤلاء. عملية الإعلاميين الموجودين أو الضيوف أيا كانوا إعلاميين وغيرهم، هذه مشكلة من مشكلات الإعلام المرئي، أنه أحيانا ما تجد في كل مرة المناسب لك أنه يعطي. أنا بالأخير أبي مشاهد، فما تجد أيضا من هؤلاء من هو المناسب الجيد جدا اللي يعطي رأي. يعني ما ودي أحدد أسماء أقول مثل فلان أو مثل فلان، هم قلة، أنا أقول كلام قلة، لكن أنت مجبر في الأخير تقدم عمل لا يبين كقناتك مثلاً أو برنامجك أنه حيادي غير منصرف لشيء. أنا بالنسبة لي وقفت لأشياء كلها على أساس ما يصنف برامجي أنها موجهة ضد أحد، هذا بالنسبة خطوة أولى. هذه مصيبة إذا برنامجك يوجه ضد أحد معين، هذه مشكلة كبيرة جدا. فبالتالي ما أستطيع أنا أصير باللي تفضل فيه أبو إبراهيم واللي تفضل فيه أبو عبد الرحمن، وأنا أصلا هاوي، اللي التعامل معه هاوي، الأندية هاوية، الاتحاد هاوي، الخبرة ما فيه خبرة متكررة، كل اللي يعملون عندك. مهما حاول يبرر أبو عبد الرحمن للعاملين من معدين من كذا، يقول المعد سهل يسوي لك لا مو سهل، فرق بين معد مبدع ومعد غير مبدع، مع أنه صار له 10 سنوات 11 12 13 سنة كان شغال بهال، فرق بين مخرج مبدع ومخرج غير مبدع، فرق بين مهندس إضاءة مبدع ومهندس غير مبدع، هذه معروفة طبيعي. موجودين المبدعين، عفوا، يعني هذه ما لها علاقة. أنا دائما أتكلم على سياسة القناة، أنت وش تبغى، أنت كرئيس قناة أو كمؤسسة وش تبي بالضبط، قدم وش تبي، تلقى العناصر واللي مش موجودة استخدمه. يا أخي مش مشكلة كبيرة، يعني أنت بتجيب معد، على فكرة ترى ما في معدين في العالم العربي، ما في شيء اسمه معد بالعالم العربي بكلمة معنى كلمة معد. هذه أحداث تطرح نفسها، أنت سياستك إيش هي بالضبط في التلفزيون؟ الآن في قضية موضوع سلة، هذه يحتاج مثلا أنه لازم يجيني معد، هذه أنا بالنسبة لي حدث، يعني ستوري، قصة حدث، قصة في كل العالم، ما يحتاج واحد يبحث عن حيثياته، ما بنختلف لحظة، معليش واحد يكتب تقرير عليها، هذا هذا كذا بس، تقول حدث فرض نفسه وتقوم وتطلع بالتلفزيون تتكلم فيه، لازم واحد يجهز لك كل الأوراق الحيثية، هذه الصحافة، هذه عموما كل واحد يقدر يسويها وبسيطة. يعني أنا ما أشوف أنه الموجودين الآن محتاجين توجيه وش بالضبط وش تبي قيادتهم عشان يشتغلون. الخلل دائما في الرأس، الرأس هو اللي ما يدري وش الرأس، إذا عرف الرأس وش يبي ذيك الساعة، إذا تعامل مع الإعلام كصناعة وتعامل باحترافية، فبالتالي كصناعة يا أخي أنت الآن أصلا، خلينا نتكلم عن لاين سبورت، عفوا أنا ما كنت أبغى، لا لا، أنت الآن معلش كصناعة بس باختصار شديد، لا أنا هو لا أسأله مسألة ما نبي لما كررها وهو ينفي الواقع، يعني أبي يقول لي كيف يتم التعامل معه. خليك رئيس قناة مثلا، مسألة أو خليك رئيس قناة الآن، كيف تبي تسوي، وش تبي تسوي، خلنا نعرف، خلنا نتكلم بمنطق، ماذا تبي تعمل، تبي تلغي البرامج الحوارية، تبي تلغي الاستديوهات التحليلية، ماذا ستعمل؟ يقول لي لحظة، ماذا تعمل؟ أنت الآن صرت مدير قناة حاليا، تبي تلغي البرامج الحوارية والاستديوهات التحليلية، ماذا ستعمل؟ وأنا اللي أعرف أنه من حكم نقاشنا دائما أبو عبد الرحمن أنك تقول افترض الإعلاميين ما يجون طبعاً، إنه تجيب لاعبين طبعاً، هل هذا أنا ما أجد لاعبين أصلاً في البرامج، ما أجد لاعب يعرف يتكلم أحياناً، إلا ما ندق، ما إحنا جايبينه، كيف تبي تدير قناة الآن؟ قل لي يلغي البرامج الحوارية والتحليلية، أوكي معلش، أولاً أنا أتكلم على أي مؤسسة مثل لاين سبورت، مفروض أنه عندها دراسة وعارفة وش تبي، أوكي، وعلى الأقل إلى خمس سنوات قادمة، هل هذه دراسة موجودة؟
موجود. ثانيا الميزانيات اللي انت تعرف انها مش موجوده. لا موجود. اهدافك واضحه؟ ما في اهداف واضحه. وش تبي بالضبط؟ دار السوق؟ ما انت دار السوق. انا اللي كلمه حق يعني. انا قلت للاستاذ عبد الرحمن الحلافي قبل ما تنشا القناه لا تنشا القناه. السوق ما يتحمل ولا انت تراها خسارتك اكيد. واللي سوى الدراسه شركه مختصه. ما لي علاقه بالشركه. انا ما له ذنب. شركه متخصصه أنا سوت الدراسه وقالت ما لي علاقه تنجح. انا اقول رايي الشخصي يعني في رؤيه في دراسه طيب السوق تقول انت ما في دراسه في انا دراسة اقول رايي ناجح يا اخي دقيقه بس انا خلي اقول رايي يعني خلي يكمل خلي يكمل انا قلت له ما تنجح الان كقناه مستقله رياضيه حتكون مكلفه جدا 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 بوضع الوضع الحالي مكلفه عليك مستقبل الوضع عندنا ما في وضوح في عند اتحاد كرة القدم في موضوع بيع حقوق في تصرفات ما في شيء واضح يعني أنت لما بتبني دراسة على أنك تأخذ الدوري السعودي أو تتعامل مع الدوري السعودي مع احترامي الشديد ما في وضوح أصلا في الاتحاد عشان أنت تبني دراسة وتحط لك ميزانيات تفقها خلال 5 سنوات فبالتالي أصلا الدراسة مبنية على الهواء يعني لو بتقول أنا والله باخذ الدوري الإسباني أنا بقول معك أنت عارف سعره وعارف حتدخل بكرة في منافسة وحتشتغل القناه مع احترامي الشديد زي ما قلت لك فبالتالي بدات هي مثلا ترى على فكره القناه السعوديه ولا ما في اي وضوح بالرؤيه ولا في اي شيء القناه السعوديه لو ما لها ميزانيه ايضا حيحدث لنا اي نعم فبالتالي اتجهوا لابسط العمل لانه هو ارخص عمل قلت لك اتجهوا جعلوها اذاعه مرئيه لكن كتلفزيون اللي كان يتكلم عليه الاستاذ ابو ابراهيم انه كيف يتكلموا للانجليز على اللي يبونه البرامج الحواريه فتحددت باشخاص انت تعال يا اخي قبل 5 سنوات قبل 5 سنوات فقط هؤلاء اللي كل ما افتح التلفزيون لقيته هذا محلل حصري وذا ما ادري وش حصري وذا كاتب حصري اوكي وش هذول وش هذول يكتبون في جرايد مع احترامي يكتب عمود في جريده جابه معد البرنامج انه اسهل شيء انك تجيب ناس وتطرح لكن كقصص حقيقيه كعمل تلفزيوني حقيقي صحيح لا ما انت محتاج كل هذول الناس انت من خلال مثلا موضوع زي ما قلت لك موضوع صله وعقدها 30% مع الرابطه او هذا كارثه غياب الاحترافيه وغياب تحمل المسؤوليه لدى صاحب القرار في القنوات خلى الموضوع ثانوي اهتموا بهوشه وغيابه شلون تقول صله كارثه وغياب الصلاحيه لدى ما تقدر تناقشها انت يعني القصه هنا مش القصه ان في هزاز يدف لاحق هذه مش قصة في التلفزيون هذه مش قصة هزاز يتهاوش مع واحد في التمرين هذه ما هي قصة القصة أو تكسير المدرجات أو ما إلى ذلك لا عفوا يعني أي نعم القصة هنا القصة في عقد مثل هذا السؤال اللي يفرض نفسه نوقشت هالأشياء كلها في كل البرامج مع احترامي نوقشت وجيبت وثائق وجيب كل شيء نوقش هالشيء لكن الآن لما تقول يا أبو عبد الرحمن وشلون معد ما في شيء اسمه معد برامج حوارية الواجب ما يصير برامج حوارية إعلاميين الواجب ما يطلعون بالتلفزيون الإعلاميين لا ما انت دير لي قناه الان اقول لي كيف تسوي لو استلمت قناه اذا حواريه ما قلنا لا مو انت عبد الرب يا ابو ابراهيم لا ابو عبد الرحمن قال الاعلاميين يفترض ما يسوون برامج حواريه يفترض ما اسويها معدين ما في شيء اسمه معدين ما في شيء حواريه ترفض ايش تبي تسوي ما في شيء اسمه حواريه ترفض الحواريه عندي برنامج او برنامجين فقط حتى لو تكون اسبوعيه زين كل قناة لكن ده برنامج وبرنامجين يا سب الحلال انت ما تفتح التلفزيون من تفتح الشاشه من الصبح الى اخر الليل الناس هذه معادات يا ابو هذه ما يعني مباشر لا لا معاده أبو هو برنامجين ما انا ما بتكلم على قناتك انا بتكلم بشكل عام حتى الرياضيه السعوديه برنامجين اسبوعيين برنامجين اسبوعيين وبرنامج يومي يا استاذ تركي خلينا نوضح للمشاهد لا تحسبها كذا انت القنوات تبث 8 ساعات فقط خلال 24 ساعه وتعيدها مرتين واقل احيانا 8 ساعات اقل اي او 6 ساعات او 6 ساعات تبث بس عشان لا نتكلم انه برنامجين او 3 برامج في اليوم لا مو 24 ساعه لما تقول برنامجين في الست ساعات برنامج ساعتين وبرنامج ساعتين وش باقي؟ ما هي نتكلم احنا ما بكل يوم لما نتكلم عن مساله المعد حقيقه من الاشياء اللي تعرفها من خلال مثلا التقارير باستطاعتك انك تعرف البروفيشنال من مو بروفيشنال المعد البروفيشنال او غير البروفيشنال ايش الفروقات بينهم الصوره المعد البروفيشنال يعرف انه التقرير اللي في الراديو معتمد على اللغه
بينما معد التلفزيون يعرف أن التقرير في التلفزيون معتمد على الصورة، وبالتالي بعد ما أجمع صوري وأجمع اللقطات وحديث الآخرين أبني تقريري عليه، أنت علي؟ أبني على الصورة. لهذا تجد مثلا أنه مثلا يتكلم لك التقرير، شوف التقارير كاملة، تجد التقارير يتكلم، مهم المعد، مهم تواجد المعد يا جماعة. تجد التقارير مثلا يتكلم لك عن قضية مثلا زي صلة، ويجيب لك صور رعاية الشباب وصور ملاعب وصور اشتخلها في التقرير. لابد انك تجيب، فهمت علي، شيء اللي هو زي ما تقول ربط كلام صلة، واحد من صلة يعبر عن وجهة نظره مع تقريره، المسؤولة مثلا عن ربط الملاعب، ربط معارض لصلة مع تقريرك، كيف تربطها كلها. اذا الصورة هي اللي تتحكم فيك وليس اللغة. احنا لا، ما زالت اللغة هي اللي تتحكم الاساس. عفوا انا بس اخر نقطة بعلق، الاساس في انشاء اي قنوات تلفزيونية رياضية في العالم وجود احداث عندك، هذا هو الاساس. هل انت تملك احداث؟ طبعا انا املك احداث. مثلا انا سكاي نيوز موقع عقد مع الاتحاد الانجليزي انقل الدوري، فبالتالي موضوع معد ما معد هذه اشياء بسيطة جدا. الحدث الاساسي عندي، الحدث الاساسي تقدر تصنع منه. القنوات اللي عندها هل عندها حدث أساسي؟ قائمة على إيش هي؟ هي مش قضية أنه أنت بس حط قناة رياضية وبدأ تتكلم، لأنه هنا ندخل في موضوع اللي أنت شايفه الإعلام. عفوا ما تقدر تصنع هذا يعارض الفكر الأساسية لصناعة التلفزيون. كيف تصنع أحداث؟ أنت ناقل للحدث، أبو عبد الرحمن زي ما قال أبو بسمان، ما بين ناقل للحدث وبين صناعة الحدث. أنت خلال الفاصل ثم أعود من جديد في حوار تواصل حول خبايا الشاشة الرياضية. اهلا بكم، كان حوارنا مستمرا حتى تحت الهواء. يعني اتمنيت ان انا دائما وانا اول المستمعين للنقاش اتمنى ان اجمع كل ما يمكن حولي تحت الهواء وارجع واضعه مره اخرى امامكم على الهواء، اكب العفش مره ثانيه. انا دائما احب اكب العفش، يعني ما ابغى شيء يخفى عن المشاهد. الحوار يجب ان يكون امام المشاهد دائما، لان هنا في الملف الاحمر نقلب كل الاوراق امامك، انت لا نخفي عنك اي شيء. اعود مره اخرى وارحب من جديد بكل الزملاء هنا، الاستاذ صالح الطريقي، الاستاذ عبد الله المكحم، الاستاذ تركي الخلاوي من جديد، والحديث عن الشاشه الرياضيه واسرار الشاشه الرياضيه. ومشعل صدقون انا ضعت، انا قبل ما اطلع قلت لكم اللي قال واللي قاله بجيبه كلام تحته، واعطاني كلام اخر ايضا، يعني ففي كثير من النقاط. ابو مشعل ربما طلع الفاصل على ما الذي نفعله، كان يطرح الاستاذ تركي ما الذي نفعله اذا قللنا من الحوارات او برامج التوك شو. انا حقيقه انا اقول لك ما الذي تفعله. اسمح لي ابراهيم، لدي انا اقول لك لدي فكره 155 ساعة للقناة، 155 ساعة، وهي ستوري عن أندية المملكة بأكملها. تروح تصور، تروح تشوفها، قصة تكتب، فهمت علي؟ هذا اللي يسموه ستوري عن 155 نادي. عمرك شفت أي قناة لدينا من وقت ما بدأت، خلينا نقول من وقت ما بدأنا نعي نعرف مين 155 نادي، فين مواقعها، ما هي حكايتها، لا. أين هذا حقيقة 155 ساعة تستطيع أن تجد لك، فهمت علي، معلن وراعي لها تتوقع تجد لها يا أبو؟ بالتأكيد لأنه تجد عن نادي كذا ونادي كذا ونادي كذا ونادي كذا بدون اسماء. خلنا أقول لك ليه أستاذ تركي، لأنه القصة هنا، الستوري هنا، فهمت علي، عن حدث لا يعرفه الإنسان. دائما الإنسان المشاهد ما يلفت انتباهه الشيء المجهول، بعد ما يعرفه ممكن يتخلى عنه. هذا تنظير يا أبو إبراهيم. لا مو تنظير، هذا الحين أندية في الساحة، أحداث في الساحة، أحداث تتبع جماهيرية كبيرة جدا، وأحداث في قناة اتصال ما تلقى، ما يجيك المعلن، يجيك لما تتكلم عن نادي فلان
في جنوب المملكة ولا شمال المملكة ولا شرق المملكة غير معروف، يجيك معلن لأنك تجيب شيء يخفى عليه، وش يهمه أنه ناد في مثلا؟ هذه دائما إحدى الإشكالات. لا تغلق في تفاصيل يا أبو إبراهيم، هي بشكل عام يعني. لا لا لا، إحدى إشكالات أنه لا، خلنا أقول لك التوك شو الشهير جدا كان في التسعينات، اللي هو كان إيش اللي طلع أول مرة شاهدنا الصاير يعني أول عندنا اللي على العالم العربي اللي هو الاتجاه المعاكس، وكان يشد المشاهدين ليه؟ لأنه شيء جديد، بعدين خلاص أصبح فهمت علي عمل دروب. أي حوارات، أي برامج حوارية، أي برامج حوارية لا تستطيع أن تستمر لسنوات، تعمل دروب على طول. صحيح، لازم تغير. فلما أنت دائما تجيب شيء جديد كقصص هذه، أنا حقيقة قصص وبالأخص عندما أتكلم عن يعني عن قناتين ما حد ينافسهم، ما حد ينافسهم 155، يتهيأ لي أنا كقناة 155 ساعة أكتب قصص عن هذه في طوال السنة عندي، أعتقد إذا ما جبت معلن لم تستطيع أن تسوق هذا العمل، أعتقد الخلل في نفس الإدارة. أنا بنتقل إلى شيء آخر، لكن كنت أنت طرحت سؤال هام أبو سلمان، أنا برجع أطرحه على أبو عبد الرحمن مرة أخرى. لو كنت أنت الآن، أنت أبو عبد الرحمن كانك تجربة ثرية من خلال التلفزيون السعودي في البرامج الرياضية أو حتى إنشاء القناة الرياضية السعودية، أول ما أنشأت القناة الرياضية السعودية كنت أحد القائمين عليها، تجربة ثرية جدا. سؤال طرح أبو سلمان، لو كنت أنت الآن تدير قناة فضائية الآن جديد، هل تتخلى عن كل ما أنت تنتقده الآن، كل ما هو موجود في الساحة؟ طبعا أنا بنتقده، طبعا بتخلى عنه، لأنه بتعامل بمهنية بحتة. كم عندنا إحنا من كم عندنا من اتحاد وعنده نشاطات؟ أنت كل كذي شخامير. أوكي، مية مشكلة. كم عندنا من اتحاد وعنده نشاطات؟ غيبت كل هذه الموضوع عشان يطلع لي اثنين يتهاوشون. صح. المشكلة الفهم، يعني إحنا نبحث عن إثارة، نبحث عن مشاهد. المشكلة هذه التجربة أنا إلى الآن مستغرب أنها ما بعد وصلت للمسؤول عن هذه القنوات، أو حتى أنه هذه ما جابت له معلن، حتى كلها المهاوش اللي موجود ما جاب له معلن. كلها يعني أنا بتصوري أنه هبوط كبير جدا، حتى يعني بالنهاية حتى عند الذوق العام، وخلنا نسميها موضة وانتهت يعني. لا، الاثنين يتهاوشون، وهذا يشجع الفريق الفلاني وهذا يشجع الفريق الفلاني. الرجل في الشارع أو المشاهد في الشارع مهما كان مرتقي صراحة، وعنده الآن لأنه طالما ما يطرح كله آراء شخصية، عندهم آراء شخصية أفضل من الموجودين. فبالتالي اللي موجودين كلهم يطرحون آراء شخصية غير مبنية لا على أسس ولا على تجربة ولا يعني، يجي واحد صحفي يتكلم عن لاعبين ويقيم ويدقيم مدربين، ما هو أي واحد بالشارع يسويها. الآن كم عندنا إحنا؟ عندنا 17 اتحاد، 18 اتحاد في نشاطات. أنا دائما أقول التلفزيون قائم على ما عندك من أحداث، على الحدث أنت، على الحدث أنت وش عندك فتقوم عليه. لكن احنا تركنا كل هذه الاحداث اللي موجوده عندنا اصلا، ولا موجود عندنا اصلا فرز مانا احنا نبحث عن حدث زين، فركزنا على خيمه ومجلس ومدري وش وبرنامج وكل ناس، ويوم الجمعه ذولا سبعه يتكلمون عن احداث ذولا. يا هذول يا اخي، هذول مجموعه يقعدون ساعتين اللقطات عليهم ويتكلم عن احداث، وين الحدث؟ الحدث فيه وينه؟ مش موجود الحدث. انا اخذ ردود فعل كله على كره قدم، كل الاتحادات مغيبة، كل النشاطات مغيبة. الآن عندنا دروب كبير جدا في كل الألعاب ما أحد ناقشها. تخيل الأولمبياد اللي موجود الأخير، الأولمبياد العالمي اللي موجود، ماذا قدم؟ نخلق ولا شيء، عفوا لا لا، نوقش بقوة هو بشراسة، نوقش طوال شهر رمضان عندنا في الديوانية وغير أحداث. يا جماعة، يا جماعة، مشكلات في لندن تغيرت مباشرة في يوم، حقوق وما حقوق بسبب لا نوقش جماعة. يا جماعة أنا ما لا تبسط الأمور وتخليها بهذا الشكل. أنا ناقش قضية محلية عن مشاركة لاعب، أنا أتكلم ثقافة الناس عالية جدا. يا أخي أنت نقلت لي سباق بولت، ولا سباق نقلت لي، ولا تعلمت، ولا جيت علمت الناس ألعاب القوى، ولا جبت محللين في ألعاب القوى. صوعان يطلع مع الجزيرة، فلان يطلع، كل نجومنا برا، ما في أي تغطية صحيحة وسليمة حتى حدث مثل هذا. أنا أقول لك هذا غياب المهنية. أحداث مثل هذا أنا أجي أبسطها جدا وأطرحها في الخيمة مع ثلاثة أربعة صحفيين عشان يقولوا لي والله اللاعب الفلاني يبي يشارك كل لاعب. أنا اشتغل شو الكلام الفاضي ذا؟ هذه أحداث تنقل على الهواء وتعلق عليها وعالم جالسة تنتظرها. هنا
لما بتجي تأسس قناة تعرف بالضبط أنت وش عندك. ما عندك أحداث، إذا أنت ستقدم هذا الجنك، مع عفوا يعني أوكي، ستقدم هالتعبية ومشي. طيب أنت حتى لو قدمت هذه التعبية النتيجة النهائية وشي؟ إذا أنت مشروع تجاري فأنت خاسر، لأنه المردود حيكون صفر. وإذا أنت مشروع حكومي أيضا أنت خاسر، لأنك ما قدمت الدور اللي عليك. أول ما أنت طلعت من توجهات الحكومية، إذا أنت حكومي وتركت كل الألعاب هذه ورحت تركز وكل كلامك 24 ساعة على مواضيع كرة قدم وقضايا هامشية واثنين يتهاوشون، فأنت بسطت وسفهت الأمور كلها وكل الجهود اللي تبذل. أيضا ما قمت بعملك الأساسي اللي هو السلطة الرابعة اللي تكلم عنه، أنه تعال يا أخي عندي اتحاد كرة اليد، سلة، الطائرة، فيها إخفاقات قدر لو نتكلم. أنا عفوا ما أتهم اتحاد، ما في احد يتناقشها، وفي عقود ابرمت واعلنت بدون اي اعلان عنها. ليش؟ ولا احد ناقش في تفاصيلها. ايوه احنا مهتمين في هزاز يدفف لا وجاي حق الاتحاد وحق الاهلي ولا حق النصر وحق الهلال قاعد يبربرون. هذا من سطح الامور. سطح الامور هو الراس. الراس هو من سطح الامور، الراس هو اللي يملك انه يلغي ويحط ويجيب. اذا كان الراس يسطح الامور فكل شيء حيتسطح. 30% لما اتكلم عن عقد 30% تذهب، يعني انا هذا محور كبير وبطرحه بعدين، لكن من ضمن الامور القضايا اللي همشت مثلا 30% يعني تشكل لما تقول عقد النقل 100-120 مليون في السنه او 160 مليون في السنه، يعني 30% كم تصير هذه 45 مليون تقريبا راحت عن 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 الانديه اللي في حاجه، الانديه اللي جايه على الان راحت على 180 مليون من سنوات، يصفي 57 مليون للانديه بس، فقط بس 57 للانديه. والازمه فين؟ 30 صلاه و15 الاتحاد والرابطه، ما يصفي 57 مليون فقط. لاحظوا الازمه فين؟ يعني مثل هذه النقاط اللي ممكن ان تقام الدنيا ولا تجلس عليها. ايوه في كل مكان، مثل هالقضية كل تلفزيون محترف لا يمكن انه يناقش قضايا زي ما قلت لك، يعني قضايا شكليه بسيطه جدا، فلان لاعب وانتقل وما انتقل وهذه القضيه موجوده. ارجوك رجاء ابو عبد الرحمن لا تحاول تنتصل لفكرك وتحاول تهمش الاخر، يعني لا ما بحنا لا عفوا لا الان لما تقول انه قضايا وقضايا وقضايا تكلموا لي على الهزازي ولا ما هزازي، يا اخي مو صحيح. كل القرارات اللي صدرت، قضايا الانتخابات، قضايا الايقافات، قضايا كل شيء صدر يتحدثون عنه البرامج، يعني هالبرامج تتحدث بس عن اللاعبين، يا اخي تناقش قضايا وتعاميم ولوائح وهياكل وكل شيء تناقش. هو عبد الرحمن وهو يتكلم كان الموضوع بس يناقشون مباريات وبس وما في احد يناقش. معك ممتاز. يا اخي امس الاول نوقشت قضيه التعاون على عبد الرحمن عمر المهنا والزامه المدرب الحكم انه يكتب تقرير في تناقض يعني صريح، ورجعت الان الاستئناف حكمت للتعاون. صحيح، هذه قضيه وثيره، هذه قضيه وثيره بقوه. انا اعرف ومثل غيره والانتخابات اما تقول بس يقعدون عشان هزازي ما هو صحيح الكلام ذا يا جماعه، انتم همش يا عبد الرحمن. لا ما همش، انا اقصد من المقصود فيها هنا؟ هم نفس من يناقش؟ يعني هل تجيب اهل اختصاص؟ يعني هل تجيب مثلا المدير المشروع؟ هل تجيب استشاري في المشروع؟ هل تجيب كذا اللي مناقشه هالقضيه؟ ستوري هي مفروض ستوري. تدري ايش اللي يصير يا ابو مشعل؟ عفوا ابراهيم، اللي يصير حنا لما نبي نناقش قضية قبل نتصل بأصحاب الشان، هذا أعتقد يمكن يصير عند الأخ، ترى نبي نناقش اليوم قضية كذا، نبي مداخلة منك أو تجي أو يا يقول إيه يا يقول لا. إذا قال لا أنا ما أقدر أجيبه، لازم أناقشها، لكن ما أناقش قضية من يناقشها قانونية. سؤالي من يناقشها؟ أنا أقول لك الآن ما يمكن أناقش قضية فيها قانون فيها لوائح ما أجيب شخص متخصص. مثلا في برنامج السوبر البارح وش ناقشنا مثلا شيء قانوني، مواد معينه من موجود محمد الدويش والاخرين. عقد صلة الان من ناقش الان؟ عطني انت الان، انت تكلمت من اللي جاء وتكلم عن موضوع عقد صلة؟ عقد مثل هذا انا بوجهة نظري في اجحاف كبير جدا لكل شيء. من ناقش؟ تكلم عنه عبد العزيز الغيامه بقوه. عبد العزيز يبقى يعني ونعم وزميل وعزيز، يعني كرجل صحفي ومهني، لكن المقصود انه ليس قانوني وليس رجل استشاري ولا يعني هذا هو القصد. الكل يعرف ان 30% ظلم. خلينا عشان بس ترى مو بس ترى يا ابو ابراهيم 30% عشان نكون برضو منطقيين. وعلى فكره يجي واحد يعقب علينا على فكره، بس حتى على بيئه الملاعب مو بس على العقد انه جاب عراي. قبل ما انسى انا احيي زميل عبد العزيز الغيامه بصراحه في اكثر من مجال، وكان صوته قوي وقوي في الحق، احييه يعني. بس خلينا عشان ما نغرق بالتفاصيل، هل نوقش ولا ما نوقش؟ لا كيف نوقش؟ مش هنوقش ولا حتى كيف نوقش. انا اقول لك حاجه يكشف لنا واقعنا. لو المسؤول الذي سيوقع 30%
يعرف أن هناك إعلام حينتفه طبعا ما حيوقع. صحيح. كيف ينتفه؟ ينتفه إنه يكشف الحقائق. إيه إنه يكشف الحقائق. يحول يحول الرأي العام ضده. يحول الرأي العام ضده إذا كان هذا توقيع خاطئ. بالتالي لا قيمة لأي نقاش ما لم يغير هذا النقاش، لا قيمة لأي طرح ما لم يغير الواقع، ما لم يجعل اللي مسؤول اللي حيوقع العقود يحسب ألف حساب لهذا الإعلام. ويبقى أي شيء تناقشه هذيك الساعة ولا له واقع حقيقة، هي مناقشة سطحية أصبحت ولا قيمة لها وليس لديك أي تأثير. مع احترامي لي كل القنوات الإعلامية، أنا أقول دائما إذا تريد معرفة هل الإعلام له دور عليك أن تعود من 20 سنة وتشوف ما الذي تغير، ما الذي استطاعت أن تفرض هذه السلطة اللي من المفترض أن تكون سلطة. ستجد أنه ما غيروا شيء. كل القضية ليش ما غيروا؟ لأنهم يتناقشوا بقضايا جدلية، كل حواراتنا قضايا جدلية. صحيح. هل هذا مرة بلنتي؟ هذا مو بلنتي. هل هذا فاول؟ أتفق معك، سطحوا الفكر الرياضي تماما كثرة الطرح. أنا أتفق معك، ولكن أذكر مرة قبل ما أنتقل الفاصل فقط بأن في برنامج ويذكر يعني تماما أنه في نقاش جاد وجاد جدا حول ما يصرف للأندية، أجل القرار وزيدت الأندية بسبب ذاك البرنامج اللي طرح في ذلك الوقت. بعد الفاصل أعود.